كل شيء، كنتمنى عيد مبارك سعيد لكل الأسر المغربية والمغربيات والمغاربة في الداخل وفي الخارج. عيد الأضحى أو العيد الكبير كما نسميه هو عيد عنده طقوس خاصة، عنده تتميز أنه أولا سنة دينية، أنه عيد ديني، وثانيا عنده واحد الطقس خاص هو أننا كنقتنيو واحد الأضحية اللي كتجتمع عليها الأسرة المغربية ولا الأسر المغربية، وكيكون واحد الاحتفال عائلي. الخصوصية ديال هذه الأضحية هو أن الأسر المغربية ملي كتبغي تقتني اللحم في الأيام العادية كتمشي للمجازر عند الجزار وكتشري اللحم ديالها، اللي كيكون دايز واحد السلسلة ديال المراقبة الطبية البيطرية الصحية، وما تيكونش عندها مشكل. في العيد تيكون عندنا شي حاجة جديدة، هو أن الأضحية كنقتنيوها وتنقوموا بالذبح ديالها، إذا ما تيكونش هذه المراقبة. لهذا اليوم في هذا الموضوع نحاولوا نتناولوا كيفاش نتعاملوا مع هذه الأضحية ديال العيد. أول شيء اللي يمكننا نقوله بالنسبة للأضحية ديال العيد هو كيفاش يمكننا نشريوها ومنين خصنا نشريوها. إذا جوج ديال المسائل، هو الأمكنة كل الأماكن المخصصة لشراء الأضحية ديال العيد اللي خصنا نمشيو لها، وثانيا هي كيفاش تكون هذه الأضحية ديال العيد. بالنسبة للأماكن، هناك أماكن مخصصة ومعروفة اللي كتوفرها موفرة في جميع المناطق ديال المغرب، واللي خصنا نحاولوا نمشيو نشريو منها باش نكونوا متأكدين من الجودة ديال هذا العيد، هذه الأضحية اللي غادي نشريو واللي غادي نحتفلوا بها في هذا العيد الأضحى. المكان خصو يكون مخصص وخصو يكون معروف، هذه أول حاجة. ثاني حاجة بالنسبة كي قلنا هو الأضحية ديال العيد. هذه الأضحية ديال العيد من نمشيو لهذا المكان غادي نشوفوها، غادي نحاولوا نختاروا الأضحية اللي كتناسبنا، اللي كتناسب الاختيار ديالنا. تيكون هناك قطيع من الأغنام ومن المعيز، حنا على حسب اللي بغينا نشوفوا. هذيك الأضحية اللي غادي نختاروا خصنا تكون أولا تبان عليها واحد العلامة ديال الصحة الجيدة. شنو هي الصحة الجيدة؟ أول حاجة هي كتكون تتحرك بين القطيع، ما كتكونش جالسة ولا ناعسة في شي بلاصة ولا ما فيهاش الحالة ديال الاسترخاء، تيكون عندها واحد الحالة صحية جيدة، يعني غير من النظرة الأولى ديالنا اللي كنشوفوا فيه ذاك المكان وذاك القطيع. ثاني حاجة واللي هي مهمة، هو كاين واحد الترقيم، يعني الدولة قامت، يعني المصالح البيطرية والمكتب الوطني للسلامة الصحية قام بالترقيم ديال أكثر من 7 مليون ديال الماشية، يعني الأغنام والماعز. والترقيم هو واحد الحلقة أو الطنقة أو الخرصة اللي كدار في الأذن، واللي هي مخصصة لهذا الأضحية ديال العيد، لهذا الأضاحي ديال العيد. إذا هذه الأضحية اللي غادي نختاروا خصها تكون عندها الطنقة، خصها تكون بصحة جيدة. من بعد ما نشوفوا هذا الشيء هذا، غادي نحاولوا نقتربوا من ذاك الأضحية ونحاولوا ندير واحد المعاينة ديالها. أول شيء اللي غادي نشوفوا الوجه ديالها. بالنسبة للوجه غادي ننتبهوا للأعين أو العينين، خص العينين يكونوا صافيين، يعني ما يكونش فيهم شي تلوث ولا شي حاجة، كنتكون العينين صافيين. ثاني حاجة هو الأنف، يعني الأنف ما خصوش يكون فيه واحد السيلان ولا واحد الإفرازات اللي كيبين بأن ذاك الأضحية مريضة ولا فيها شي تعب. ثالث حاجة هو نشوفوا البطن ديالها ما خصوش يكون منتفخ بزاف، إذا كان فيه الانتفاخ بزاف راه كاين واحد المشكل. ورابع حاجة هو ما يسمى بالإسهال، وهنا كيتبان ذاك الروت ديال الحيوان اللي تيمكن يبين بأن ذاك الذنب أو الصوفة موسخة، باش نعرفوا بأن عندها إسهال. من بعد ما نختاروا الأضحية ديالنا في هذا المكان هذا اللي قلنا يكون مخصص، ونشوفوا نعينوا هذه المسائل اللي هي بسيطة لأي مواطن أو مواطنة اتجهت للسوق يمكنه يشوف هذه المسائل بالعين المجردة، ونختاروا الأضحية ديالنا اللي تنديوها للمنزل والمكان اللي تنسكنوا فيه ولا اللي غادي نعيدوا فيه مع العائلة ديالنا. المكان اللي غادي نديروا فيه الأضحية خصو يكون مكان نقي وطاهر، ما فيش الوسخ، ما فيش هذا، لأن ذاك الأضحية خصها تكون عندها واحد الإمكانيات باش تعيش في واحد المكان اللي يكون نقي وطاهر. خصنا نوفروا لها الماء بكثرة، وبالنسبة للأكل خصنا نعطيوها الأكل الجاف، ما نعطيوهاش ذاك الأكل اللي فيه الأخضر ومسائل الربيع وهذا، لأنه يمكن يقيس لها الجهاز الهضمي ديالها، يوقع لها شي إسهال ولا يوقع لها شي مشكل في الجهاز. نعطيوها واحد الأكل الجاف، الماء بكثرة، وخصنا
الليله ديال العيد، يعني الليله اللي غادي يكون فيها الذبح ديال هذا الاضحيه، هذيك هذه الاضحيه تنحيدوا لها الاكل على الاقل 12 ساعه قبل ليله العيد. ونفس الشيء بالنسبه للماء نحاولوا نحيدوا لها من بعد شي شويه. هنا كتسالى المهمه ديال الشراء وديال الاحتفاظ بالاضحيه الى يوم العيد. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.